واجب عليكم القضية تنجح وتلحقوا المسجون حي. ماذا بيا نهنيكم يا جماعة باللي القضية راهي تكون بالنجاح، بالنجاح التام. جاءت قوة كبيرة في شراب بلاد وعسكر. الخوة حقيقة راح يتفرقوا وكلكم علمين علاش راح يتفرقوا، لأن عندنا قضية مهمة لتطلب لكل واحد منا الشجاعة وروح سطحية. ولكن كاينين الناس لما لازمناش ننساهم ابدا، وهاد الناس هما الشهداء الابرار الخالدون.